في امثال شعبيه من ايام المصريين القدماء اللي احنا بنطلق عليهم مصطلح الفراعنه. زي ايه؟ زي مثلا كلمه واحد لما نلاقيه كده بياكل بسرعه فبيقول له ايه، بالراحه شويه، انت عمال تاكل حتتك بتتك، او فلان ده نزل على الاكل حتتك بتتك. الكلام ده اصله كلام مصري فرعوني قديم، يعني ده كلام من وقت المصريين القدماء. كلمه حات في اللغه معناها اللحم في اللغه الهيروغليفيه القديمه. بالنسبه للغه لغه المصريين القدماء. أيوة من الاف السنين. حات يعني لحم، علشان كده حتى لحد النهارده تلاقي الكبابجي مكتوب عليه حاتي. حاتي. جاي من اللحم. وبات يعني عظم. معنى الكلام فلان من كتر الاكل كل بسرعه وكل كتير، ما بقاش يفرق من اللحم والعظم، وكلها حتتك بتتك، يعني كل اللحمه بالعظم اللي فيها. فالمثل احنا بنقوله النهارده وما نعرفش ان هو مثل من ايام المصريين القدماء، بقاله الاف السنين بنتوارثه حتى النهارده. في امثال واقوال بنقولها عكس بعض. يعني من ضمن الكلام برضو يعني ممكن حضرتك متباينة مثلين عكس بعض. تلاقي مثلين عكس بعض، وناس ماشيه بالمثل ده وناس تانية ماشيه بالمثل. طب قول لنا كده مثلين عكس بعض، يعني زي مثلين. ايه وايه؟ مثل، احنا عايزين نقول امثال كتير كده في الفتره دي عشان برضو في حاجات يمكن مش معروفه برضو قوي، ممكن حضرتك تتكرم يعني وتفيدنا مثلا بيها. هنقول مثلا اكل على حكايه مثلا حكايه الاموال والماده. ناس بتقول اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. اصرف هنا بقى ايه، حث على الانفاق وعدم التدبير، وان انا ما احوشش، لا اصرف وكده كده ان شاء الله هيجي لي بعد كده. في مثل تاني بيقول لا، القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. حوش فلوسك وحرص واعمل حساب الايام اللي جايه. الاثنين عكس بعض. واحد بيقول ما تعملش حساب للي جاي وسيبها على الله، اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. المثل الثاني بيقول القرش الاسود، القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. مثل ثاني بقى في سكه ثانيه برضو عكس بعضهم، لما يجي واحد مثلا عايز يتجوز واحده فالناس تقول له ايه، خد بنت عمك، الأقربون أولى بالمعروف. الكلام ده بنقوله طبعاً. حتى تلاقي في مثل بيقول البنت بتقول أتجوز ابن عمي واتغطى بكمي، يعني حتى لو هو فقير ما حلتوش حاجة، لا ابن عمي أولى بيا وأنا أولى بيه.